وتكون الجبال كالعهن
الماضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أولى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله يحسب أن ماله أخلده كلا ليوم في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عذاب ممتدة صدق الله العليم. Thank you.
Thank you.